اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده مقبلات وسلطات في الفنادق الكبيره والمطاعم الكبيره وفي عالم المطبخ. عاملين له قسم خاص اسمه جارد مانجي. تلاقوا الشيف واقف، التلاجه جنبه، الكاونتر عليه كل انواع الخضار ربنا خلقها في الارض، اللحوم، اسماك، مش معناته سلطه ومقبلات يعني السفره ما تخلاش او المقبلات ما يكونش فيها بروتين حيواني او نباتي او خلافه، لا بالعكس، في انواع من السلطات تتاكل في الوقت نفسه بمجرد ما نعملها، اللي هي الخضروات الورقيه زي الخس والجرجير. في انواع من السلطات تقعد في التلاجه ساعه ساعتين علشان تاخد مرحله تبريديه زي البقوليات عشان نعرف ناكلها، تبقى الانسجه بتاعتها شربت الفليفر والطعم بتاع التوابل. في انواع من المقبلات تتحط في التلاجه فتره طويله وكل ما تقعد فتره كل ما تحلو، يعني عد عليها يوم اتنين تلاته زي البتنجان زي الحمص وهكذا. معانا النهارده من عالم السلطات والمقبلات، بما ان الصيف داخل علينا وهيبقى لنا يوم مع الايس كريم والعصاير والحاجات اللطيفه الحلوه عشان نستقبله بقلب جامد، هنعمل النهارده الارنبيط. الارنبيط بالطحينه، وازاي نطبخ الطحينه مع الارنبيط المشوي في الفرن، مش هيتحمر في الزيت، مش عايزين حاجات فيها زيوت كتير. معانا الحمص النهارده مصدر غني جدا للبروتين النباتي، البقوليات زي الفول زي الحمص زي اللوبيا، ولكن المشاكل مع الحمص الغازات والانتفاخ مع القولون والناس اللي بتعاني من مشاكل القولون. معاكم شيف شاطر، ازاي نتعامل مع الحمص بلطافه ناخد منه اللي احنا عايزينه. معانا الجمبري، حلو قوي، اخترنا اغلى حاجه في الفوسفور الجمبري مع الجرجير، الاثنين مع بعض بيتفقوا في طبق واحد مع فليفر من التوابل اللي هو الزعتر المستردة، ونشوف ازاي عصير الليمون وزيت الزيتون مع الاثنين يبقى لطيف وجميل. معانا النهارده كمان مايونيز، هنعمله سلطه لطيفه حلوه جدا مع برضو الجرجير والجمبري، ممكن نتعامل مع المايونيز وده منتج جيد جدا للبروتين الحيواني. الخس هنا كمان لنا موقف معاه، الخس الكابوتشا الحلو اللي هو غني بالسكريات شويه بتلاقوا طعمه حلو، هنعمله مع الزبادي سلطه حلوه، والزبادي منتج جيد جدا للبروتين الحيواني، منتجات الالبان، يعني عايز اوصل لحضراتكم ان السفره فيها بروتين، مش لازم يكون فيها هوبر، مش لازم يكون فيها فرخه متكتفه ولا ديك رومي. معانا البيض المسلوق النهارده هنعمله سلطه حلوه مع فليفر من الزيتون والمستارده والزعتر، والبيض منتج جيد جدا للبروتين الحيواني. مش معناته كمان ان احنا نعمل طبق السلطه معناته ان ما يبقاش فيه بروتين حيواني او فيه قيمه غذائيه، بالعكس ده عالم تاني خالص نقدر ان احنا نعتمد عليه وناكله في وجبه رئيسيه في اليوم وتغني عن الحاجات اللي احنا عارفينها، المحمر والمشمر اللي احنا قعدنا فتره طويله معاه. اجازه سعيده، كل سنه وانتم طيبين وراجعين بقلب جامد وراجعين طبعا بباور تاني خالص، ونقدم لحضراتكم بمناسبه دخول الصيف علينا بصدر وكده والجو حر، احنا واقفين مع بعض ان احنا نعمل أنواع من المقبلات والسلطات، وكل سنة وأنتم طيبين. خلينا نطلع فاصل صغير ونرجع لعالم السلطات والمقبلات على شاشة القناة الأولى، أو أطرحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، خلونا كده في عجالة يعني نشوف معانا إيه على التيبل بتاعنا. معانا حمص اتسلق قبل كده أهوت، ولازم طبعا عشان بس المعلومه اللي لازم حضراتكم تعرفوها، اي نوع من انواع المقبلات هتعامل معاه لازم يتسلي ويتسيب لما يبرد، علشان ما ينفعش ان احنا نتعامل معاها وهي سخنه. الحمص ده لازم يبرد طبعا في درجه حراره المطبخ ويبقى لطيف معانا بالشكل ده كده. معانا ارنبيط ومعانا الماتيريال اللي حضراتكم شايفينه ده كده، اعتقد ان هو في متناول الجميع، مفيش حاجه اختراع، يعني لا جبنا بالميتو ولا سباركوس ولا الحاجات الغنيه اللي هي سعرها غالي يعني، وجبناها الحاجات اللي موجوده في متناول الجميع، يمكن شويه الجمبري الحلوين اللحم دول مسلوقين من قبل كده في عصره ليمون وشويه ملح ومعانا زي الفل. هبدا باول حاجه يا استاذ رحاب، مقادير سلطه الارنبيط بالطحينه مدرسه لوحدها، تعالوا نشوف نعملها مع بعض ازاي، مقاديرها على الشاشه. في طريقتين للتعامل مع الطحينه، ولكن خلونا ندخل الارنبيط في الفرن. معانا ارنبيط وطحينه وكزبره خضراء وتوم وعصره ليمون وطبعا الملح والملح والفلفل والكمون، والكمون ليه يا شيف؟ علشان مشاكل الارنبيط مع الغازات. الارنبيط ده ليه مشكله ان احنا بعد ما بنسلقه في البيت بتبقى ريحته قويه جدا في قلب البيت والصالون، والناس كلها عارفه ان احنا بنعمل ارنبيط. تعالوا مع بعض نتبل الارنبيط وندخله الفرن، دي مهم جدا. ازاي هندخله في الفرن؟ تعال نعمل التتبيله بتاعتنا. معانا شويه كمون مع شويه ثوم بالشكل ده كده،
كمون معانا اهوت علشان مشاكل الغازات، ونحط عليه شويه ثوم، زيت زيتون يا عم الشيف. حلو قوي، اللهم صل على النبي. عصره ليمون مع زيت الزيتون، معانا ليمون معصور وجاهز. الحاجات دي كلها بتساعدك في انك انت ما تقفوش في المطبخ كتير، تعصري الليمون وتخليه في ازازه مثلا في قلب الثلاجه بالشكل ده كده اهو. شويه الملح الحلوين، خليكي فاكره انك حاطه ملح عشان ما تحطيش ملح تاني عليه اهو بالشكل ده كده. انا بحب البابريكا الحلوه دي كده، بحط شويه سنه صغيره تدي طعم. كل دول مع بعض. حطيت ايه يا شيف هنا عشان القرنبيط يخش الفرن تاني؟ مشاكل القرنبيط مع الكولون، الكمون طارد للغازات، كمون بيعالج مشاكل الكولون مع اطباق الفول والبقوليات بالذات، عشان كده في المطاعم الكبيره والمطاعم الفول بتلاقوا حاطط الكمون جنب الشطه على التيبل للزبون. حلو، حطيت زيت زيتون وعصير ليمون وشويه كمون وتوم. هناخد المقادير دي كلها مع بعضيها وننزلها كده على الايه؟ على عم القرنبيط. حلو، ونقلب القرنبيط ده يا عم الشيف وندخله الفرن يتشوي. يطلع بعد ما يتشوي نشوف ازاي نضيف له الطحينه الحلوه مع بعض. نقلبه كده عشان كله ينسجم مع بعضه. اهو. ونتاكد ان الزهره ده بيسموه طبعا في بلاد الشام زهره، غير البروكلي. معانا بروكلي هنا في الاستوديو اهو، موجود معانا في طبق الخضار بتاعنا. البروكلي غير القرنبيط. معانا مين يا استاذه؟ القرنبيط في الفرن. حلو قوي. انا حطيت القرنبيط خلاص لازم يتشوي. معانا الطحينه اللي هي المكمل للقرنبيط. طب هل يا شيف مغازي لازم طحينه مع سلطه القرنبيط؟ مش لازم، بس هو الجديد ان احنا بنعمل حاجه جديده. الطحينه بقى هنا تتعامل معاها ازاي؟ تعالوا مع بعض نشوف الطحينه هنعملها سلطه ازاي واحنا شغالين مع بعض واحده واحده في نفس البوله. انا مش هجيب اختراع. نفس البوله اللي كانت معايا من شويه عشان بس بسهل عليك. بحط الطحينه بالشكل ده كده. الطحينه دي هنحطها على ايه يا عم الشيف؟ على حلو قوي، هنحطها على القرنبيط، ونحط على الطحينه دي عصير ليمون. شفت الجو ده كده؟ مش لازم بقى نجيب بولات زي ما انا شغال كده، عايزك بنفس الطريقه اللي انت شغال بيها. وهنحط شويه زيت زيتون على الطحينه. مطبخ سهل خالص، والمقبلات دي او الجارد منجيل اللي هو طبعا في الفنادق بيبقى الراجل واقف رايق كده وزي الفل، وشغله فيه هدوء، ولازم يبقى فيه تبريد في قلب المكان علشان يقدر يتعامل. الطحينه هنا بتاخد لون كده اهو اهو، بننزل عليها بشويه ثوم، وتاخد شويه كمون وشويه شطه، ده الطبيعي اهو. ادي الكمون على الطحينه، وادي سنه البابريكا الحلوه، ونقلب دول مع بعض. بقى الطحينه زي الفل، تاخد رشه ملح حلوه، ممكن نحط شويه بقدونس حلوين. يا سلام اهو، علي منها اهو، ده بقدونس على الطحينه اسمها بقدونسيه لو عاد حبيت تقدميها. ودخلنا القرنبيط بيتشوف في الفرن، هيطلع القرنبيط من الفرن يلاقي الطحينه اللطيفه الحلوه دي كده اهي جاهزه وزي الفل. ادي سلطه الطحينه جاهزه، ممكن نقدمها جنب القرنبيط، وممكن ان احنا نخلطها مع القرنبيط بالشكل ده كده اهي، خفيفه بالشكل ده كده علشان طبعا القرنبيط بتاعي يبقى مفلفل وزي الفل. هننقلها في البوله الحلوه دي كده للساده المشاهدين. ادي سلطه القرنبيط، سلطه الطحينه اللطيفه اهي، ودي ممكن تقدميها مع اسماك، تقدميها زي ما هي كده مفيش اي مشكله. تمام، خلصنا من طبق مقبلات حلو جدا. نخش على اللي بعده، القرنبيط. نبص عليه مخرجنا الجميل ده مكانه فين؟ مكانه في المقدمه هنا، مكان الجرجير، لان الجرجير ده لسه فيه شغل كتير. ادي طبق خلصنا منه. تمام، خلونا ناخد مع بعض نشوف القرنبيط اخباره ايه. حلو قوي، ونشيل البصله دي على جنب، يمكن نحتاج لها تاني. الحاجات دي مهمه جدا. القرنبيط لما يتشوي في الفرن وهو طالع من الفرن كده سخن، ننزل عليها بالطحينه بتاعتنا الحلوه. لازم والقرنبيط سخن ننزل بالطحينه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، هو ده الكلام. حط القرنبيط هنا كده. انا بجد والله العظيم رمضان السنه دي مختلف معايا، لان انا يعني الامانه استمتعت مع مسلسل الاختيار، مع الابطال اللي قدموا طبعا المسلسل،
وحاجه جميله جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، وحاجه تشرف. شكرا يا حوده. شفت الارنبيط ده كده؟ اهو هو ده، هو ده. اهو سلطه لطيفه وحلوه. طب تتاكل سخنه ولا بارده؟ الاختيار ليكي، بمناسبه الاختيار القرار ليكي. اه ممكن تتاكل سخنه زي ما هي كده تبقى حلوه، ممكن تتساب في التلاجة وكل ما تقعد في التلاجة تحلو. طب يا شيف مغازي لو انت اللي هتاكلها تعمل ايه؟ هسيبها في التلاجة للأمانة تبرد شوية، يقوم الخليط ده والطحينة ينسجم مع الأرنبيط ويبقى كله متماسك مع بعضه أو شكل واحد، ونقدمها تبقى لطيفة. ما ناكلها مع عيش، ناكلها طبق حلو كده زي الفل. هنسيبها تبرد للأمانة، وبعد ما تبرد هنقدمها لحضراتكم. اهي هنخليها جنبينا هنا كده عشان ما ينفعش ان احنا نحطها في التقديم على خضروات ورقية. الكلام اللي أنا بقوله ده والمعلومات اللي بقولها دي مهمة جدا على فكرة. ليه يا عم الشيف؟ الأرنبيط لو أنا نزلت بيه سخن على أي طبق للتقديم فيه خضروات ورقية زي الخاصة والجرجير، طبعا الحاجة دي هتهبط معايا ويبقى شكلها مش لطيف خالص. سيبها لما تبرد وبعدين تغرف فيها. ودايما بقول طبق السلطة، طبق المقبلات لوحة فنية، وانت بترسميها بإيمان مقدار الحب ومدى الحب وحجم الحب اللي بتحبيه للأسرة ولضيوفك من خلال طبق السلطة. بجد والله يا شيف، يعني الكلام ده لو عملت حلة محشي عادي، حلة المحشي عادي، ممكن تشتري المحشي ده ملفوف جاهز أو الكوسة متقورة وبتحشيها وخلاص، ومجبرة إنك تعملي محشي. إنما تقعدي زي الشيف المغازي كده تختار الطبق بتاع التقديم وتغرفي الأرنبيط بالشكل ده كده، لوحة فنية. آه ممكن أصورها وأحطها على السوشيال ميديا عشان صحابي وحبايبي يتعلموها ويشوفوها. اه عادي خالص. طب ايه اللي بتقطعه ده يا شيف مغاز؟ ده فجل احمر. الفجل ده يا اخوانا الابيض او الاحمر منه بيتعمل الصلصه المشهوره في المطبخ الياباني او الصيني، اللي هي العمود الفقري للمطابخ الصينيه واليابانيه والاكل السوشي والجلاب ده، اللي هو الوسابي صوص. اه بيتعمل من الفجل. اه شفت انا بعمل ايه؟ الفجل ده كده قطعته وحطيت له شويه بقدونس زي نعمين. الله عينيا، جالنا سؤال دلوقتي من خلال السوشيال ميديا، عايزين اكلات يا شيف مغازي تعمل ايه بقى؟ تدينا طاقه وتدينا ان احنا يبقى عندنا باور، وما ننساش علشان امتحانات الثانويه العامه والتركيز والدراسه والجو ده كله. حلو، عليك بالعصاير الصبح، عصير الموز او عصير الموز بيعمل الشيف باللوز. اللوز اوميجا 3، والمكسرات عموما اوميجا 3. انا بحط شويه عصير ليمون كده على الفجل ده كده، واحط شويه زيت زيتون. لازم الفجل ما يتاكلش كده، الفجل لما اكل منه زي ما هو كده متقطع هو شويه بيبقى سبايسي، ولكن مهم جدا ان انا اديله عصير ليمون، اديله فليفر حلو كده، واقلبه بالشكل ده كده وازين بيه الطبق بتاعه. اه ده الفجل. الفجل ده عنوان الفتوش، فتوش من غير فجل يتيم فقير. اه شفت الفجل اتحول لحاجه تانية خالص. اه خد اللمعه وخد اللون الحلو. الفجل ده كل الدرنيات، فجل، لفت، بصل اخضر، جنزبيل، توم، دي الدرنيات كلها قيمتها الغذائيه عاليه جدا، بتنشط الدوره الدمويه. واخواننا اللي بيذاكروا الفجل مفيد جدا ومهم. يا شيف مغازي بيعمل لي مشاكل؟ ما خالص، ولا مش مشكله مع الكلور خالص. اعمليه زي ما انا عامله كده، بقى طبق سلطه مختلف تماما. ده ارنبيط، دي حبايه الارنبيط اللي كانت عند الراجل الفكهاني، مش معبراها وماشيه من جنبها كده وبقول لها باي باي، لا خالص. اهو ده الارنبيط. اه بالشكل الحلو ده كده زي الفل. نقدمه كده، نقدمه كده، خليه مكانه مخرجنا الجميل استاذ فاروق. اهو اهو زي الفل. نخش على الجمبري.